صلاح السقا معنا الآن. دكتور صلاح أهلا وسهلا، عضو الاتحاد السعودي. أهلا وسهلا فيك دكتور صلاح. ماذا تقول مثل هذا المنجز للكاراتيه وأنتم في الاتحاد السعودي تواجهون هذه المشاكل اليومية لتخلف اللاعبين عن معسكر المنتخب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أولا أبارك حقيقة كابتن عماد المالكي، كابتن عماد المالكي واتحاد الكاراتيه الدكتور ابراهيم القرناط لهذا المنجز اللي حقيقة طبعا نفتخر فيه، وهذا مو هو اول انتصار او انجاز حقيقة لاتحاد الكاراتيه، والاتحاد الكاراتيه حقيقة رائد في هذا المجال، فهنيئا لنا بهم وهنيئا للوطن حقيقة بهذه الإنجازات. جميل، هم متحمسين أكثر، يباركون لكم في الاتحاد السعودي، بس أعطوهم إنجاز. والله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الجاي يكون أفضل إن شاء الله. طبعا نتمنى أنه فعلا المباريتين القادمتين إن شاء الله يتحقق فيها النصر ونكون أبطال المجموعة إن شاء الله، ونتأهل للتصفيات النهائية لآسيا لكأس العالم بإذن الله القادم أحسن بإذن. وش اللي صار وش اللي صار أمس اليوم، وش هو يعني ردة فعلكم الأولية كاتحاد سعودي أو كأعضاء اتحاد سعودي؟ والله شوف، طبعا لما نجي نتكلم عن ردة فعلنا لابد أن نعرف أنه الرياضيين بشكل عام واللاعبين تحدث ما بينهم مثل هذه المشاكل، يعني طبعا ممكن انه في اي معسكر يجيك لاعبين غير انضباطيين، لاعبين لسبب او لاخر فعلا انهم ممكن انهم ما ابغى اقول يخذلوك، لكن يكون عندهم مقاومه لبعض الانضباطيه، مقاومه لبعض القرارات، وطبعا يختاروا اختيار ما يكون في صالحهم ولا هو في صالح اللعب بشكل عام. طبعا احنا يؤسفنا كاعضاء اتحاد انه يصير مثل اللي صار. احنا نعتقد انه يفترض انه اللاعبين كلهم حقيقه بالذات لما يكون الوطن هو المعني، حتى واذا كان هناك بعض الظروف لابد اننا نتناسى مثل هذه الظروف، لان تمثيل الوطن حقيقه هو في الاساس شرف، ويعني كل واحد يتمناها يعني، وتمثيل الوطن في المحافل صحيح الدوليه. جميل جميل. اعتقد طيب انه سالتك عن رده الفعل، وش صار؟ هل الاتحاد السعودي يعني تدخل خلال الساعات الماضيه؟ تصرف؟ اجتمع احد اعضاء من اللاعبين الموجودين في المعسكر يحاول يخرجهم من هذه الاجواء، اجواء التخلف اليوم ثلاثه واربعه يخرجون من المنتخب بهذا الشكل واربعه اسماء جدد؟ يعني على فكرة أنت تقول شيء طبيعي، هو يحدث في كل المعسكرات، ولكن معسكر المنتخب ما كان يحدث أصلا، يعني إذا هو حدث لا هو لا أكثر لا من لا مرة فهي في وقت اتحادكم فقط. لا لا معليش أستاذ الفاضل، في كل الاتحادات تحصل يعني، ولو تعمل سيرش تلاقيها موجودة، ولكن الفرق الإعلام وتواجده. قد يجوز أنها كانت تحصل في الأول وممكن أنها تختفى من دون ما انه يذكرها احد، يعني كان في لاعبين يخرجون من المنتخب بدون ما يستاذنون، ولاعب ما يركب طيارته، ولاعب يقول راحت عليه نومه، كانت تصير هالكلام؟ كلها صارت في منتخبات مختلفه وفي العاب مختلفه. انا اتكلم عن المنتخب السعودي اللي نعرف اللي نتابعه احنا. استاذ الفاضل الله يديله فيك، احنا كبشر نحن نغلط والاشياء دي تصير. انا الحين ما اتكلم على انه اجيزها ولا اجيزها، احنا كيف نتعامل معاه، لكن انت قاعد تناقشني تقول لي ما تصير الا في منتخبنا. تصير في المنتخب كره القدم، تصير في المنتخبات المختلفه، وطلعت امور يعني سواء في دورات اولمبيه وغير دورات إيه. لا انا سالت عن المنتخب السعودي الاول اللي احنا نتابعه من 20 30 سنه واكثر من ذلك، يعني ما مرت علينا، بالعكس يعني. لكن اليوم في كل معسكر يحدث هذا دكتور، يعني ما نقدر نغمض عيوننا ونقول والله تصارت في اتحاد هناك في الظل واتحاد مدري ايش. لا، اتحاد السعودي منتخب السعودي الاول الحادثه ذي ما تكررت بهذا الشكل. معليش استاذ الفاضل، يعني ايش تبغى توصل له؟ انه والله لانها تكررت اذا معناتها ان الاتحاد هو اللي يقول للناس لا تكونوا منضبطين؟
لا لا ما هو انا ما في شيء اصلا ابغى اوصل له دكتور، يعني انتم عندكم اشكاليه المؤامره، انا ما ابغى اوصل لشيء، انا في لا 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 انا ما انت تقول ايش تبغى توصل له، انا اسالك سؤال تقول ايش تبغى توصل له، انا اسالك سؤال دكتور بكل دكتور صلاح، عفوا دكتور صلاح، بكل بساطه انا اقول اليوم هذه حدثت في ماليزيا وحدثت قبل ذلك وهتحدث اليوم، هذا التكرار بهذه الطريقه بدون وجود لوائح واضحه، بدون وجود عقوبات واضحه، حتى العقوبات الناعمه اللي صارت قبل ما كانت رادعه، يعني اليوم انتم كاعضاء اتحاد عندما تجتمعون في المكتب التنفيذي او حتى كاعضاء اتحاد سعودي او حتى في جلساتكم الوديه، واكيد انتم منا وفينا زعلانين زيكم زينا، ولكن المساله ماذا عملتم عشان توقفون الناس هذه عند حدها، اللاعب اللي تخلف عن المنتخب بهذه الطريقه بدون عذر مقنع هذا لازم يوقف عند حده، وهذا دوركم انتم ولا؟ شوف دورنا احنا مجتمع ودور المجتمع مو دورنا احنا، يعني انا اكلمك صحيح، المشكله انه لما تطلع وتصدر عقوبات من الاتحاد السعودي يبدا على طول انه يهاجم من الاعلام ويهاجم من انصار ذلك اللاعب او اللاعب الاخر. فنعم انا اتفق معك انه لابد انه يكون فيه قوانين ولوائح رادعه، يجب انه يعرف ان كل رياضي وكل لاعب انه لا يعلى صوت على صوت الوطن، هذه انا اتفق فيها معك، ولكن زي ما قلت لك تنفيذ العقوبات واللوائح اذا كانت موجوده تلاقي معارضه شديده وكبيره من قبل الاعلام، يعني على سبيل المثال اليوم بدا وسائل الاعلام ترفع رايه لوائح الفيفا وانه لوائح الفيفا تمنع العقوبات من الاتحاد بالنسبه للعيبه اللي ما ينضمون للانديه وما الى ذلك. اللي انا ابغى اقول انه احنا اذا كنا جادين في عمليه انضباطيه الرياض السعودي، وما اقول اللاعب السعودي، لابد أن يكون عندنا لوائح، اللوائح هذه تتوافق مع سلوكيات اللاعبين، لأنه الهدف ما هو بالعقاب، الهدف كيف أننا نخلي اللاعبين منضبطين ولاعبين حقيقة يستطيعوا لما جميل. واللوائح مسؤولية مين دكتور؟ عشان مسؤولية الاتحاد. طب الاتحاد 3 سنوات ونص دكتور، لكن اللوائح أنت لما تضعها لابد أنها تتوافق برضو مع لوائح سواء الرئاسه العامه لرعايه الشباب او لوائح الفيفا الاتحاد المحلي، يعني لا تستطيع انت في الايام هذه انك بالذات في عالم الاحتراف انك تطبق لوائح لا تتوافق مع انظمه الفيفا. صحيح. فلا بد انه اللوائح تدرس وتدرس بعنايه ونشوف كيف نستطيع اننا برضو نضع لوائح بما لا يتعارض مع الفيفا ولكن يتوافق مع ما لدينا من مشاكل. تأكد دكتور، تأكد على الأقل كمتابع لما يحدث الأيام الماضية، أنه ما في مواطن سعودي ممكن يرضى أو ممكن يعترض إذا والله الاتحاد السعودي سجل لائحة داخلية بينه وبين لاعبته أو مع المدرب أو أعلنها بطريقة أو بأخرى، أنه اللاعب اللي ما شارك أو اللي ما حضر معسكر تخلف تهاونا أو عدم اهتمام أو لا مسؤولية، أنه ما عاد ينضم المنتخب سنتين، لا فيفا بيعاقبك ولا حد، هذا قرار داخلي وانتهى الموضوع، خلي اللاعب يشعر بمسؤولية المنتخب يا دكتور. صدقني استاذ الفاضل، شوف ما توصلت له اتفق معاه 100%. يفترض انه اي لاعب حقيقة يعني يمتنع عن الامتثال للحضور للمنتخب يفترض ان الوطن ما يحتاجه. بالضبط بالضبط. الوطن ما وقف على احد دكتور صلاح السقا، كلامك سليم، ولا يوقف على لاعب ولا مسؤول ولا غيره. اتفق معك دكتور صلاح السقا، وهو الخبير في المجال النفسي وعضو الاتحاد السعودي، متحدثا عما حدث في معسكر المنتخب امس واليوم قبل الانطلاق وعند الانطلاق.